توقعاتك ايه الماتش الاهلي وصن داون الجاي؟ باذن الله الاهلي هيكسب 6-0. لو اللي ما بيقولش كده ما بيبقاش اهلاوي. ان شاء الله الاهلي يعمل نتيجه كويسه يعني، بس صعب ان هو يصعد يعني. ان شاء الله 4-0 لصن داونز، عشان الفرقه دي ما تستحقش ان هي تكسب صراحه. اتمنى يكسبوا بس صعب في 5 تجوان المفروض يجيبوا 5-0، لعبوا ضربات جزاء 6-0 يكسبوا. ان شاء الله فوز صن داونز 3-0. فرقه كويسه بتلعب كره على الارض احسن من الاهلي بكتير يعني. لا لو جه في جون صعبت عليه الامور اكتر، فلازم يتجدعن شويه ويسد الايه الفجوه اللي ورا دي، لان ورا وحش قوي. شايف انه مش هيقدر يعوض فرق الاهداف؟ صعب جدا، لو عوض ممكن يبقى 3-0 مثلا، بس اكتر من كده لا. بس لا هو بقى تقريبا يعني ممكن يكسب 2-1 او يخسر 3-0، ده التوقع. بس هيخلص 6 ان شاء الله. 6 ان شاء الله، ده عشان واحد اهلاوي وعارف فرقته غير اي فرقه تانية. احنا واثقين في لعبتنا، وده ان شاء الله يحسن ان شاء الله. مش عارف بس ما اعتقدش يعني، لان هم اصلا اللعيبه حالتهم اليومين دول صعبه جدا. من 20 سنه الاهلي ما لعبش ماتش زي ده، ماتش سيء جدا. ده كده نتيجه كويسه بالنسبه للاهلي، هو خلص 5 يعني، كان المفروض الماتش ده يخلص 6-7. باذن الله الشوط الاول ان شاء الله نحط 3 وننزل الشوط الثاني باذن الله 3. ان شاء الله باذن الله نعدي باذن الله 6 ان شاء الله.